من واشنطن الدكتور وليد فارس خبير في السياسة الخارجية الأمريكية. دكتور وليد مرحبا بك معنا في العربية الليلة. إيران تقول إنها ضبطت عملاء أمريكيين في التظاهرات، كيف تنظرون في هذا الخصوص؟ يعني ليس من الغريب ولا من المستبعد أن يقوم النظام الإيراني وحلفائه طبعا في المنطقة، أكانوا في لبنان أو العراق أو اليمن، بأن يستعملوا مقولة أن كل هذا التحرك هو تحرك خارجي تحركه الاستخبارات أو المعارضات، لأنه ليس في طهران اعترافا بأن الشعب الإيراني يعني غير راض عن هذا الإداء، وبالتالي فأن ردهم الوحيد هو باتهام أطراف خارجية أكانت إقليمية أو دولية، وإذا أقاموا ببعض الاعتقالات فهم بالطبع يستحصلون على اعترافات يعني مجبرة كما يقال، ويتهمون بها الخارج. هم لا يعترفون أن هنالك أزمة عميقة كانت اقتصادية من ناحية أو سياسية من ناحية أخرى. نعم، لكن دكتور وليد، إلى أي حد المجاهرة الأمريكية اليوم والتصريحات خصوصا على لسان الرئيس الأمريكي الأخيرة أعطت وقودا للسلطات الإيرانية لتتحدث عن تدخل خارجي ومؤامرة؟ إذا رجعنا تاريخ هذا النظام، لا الكلام الأمريكي ولا الكلام المحلي هو الذي يؤثر. النظام هو يقرر أي خطاب يستعمل، أي يعني سبب يستعمله لمواجهة هذه التحركات. فهو مثلا عندما لم تكن هنالك تحركات كانت الأمور طبيعية ويردون الكلام على الصعيد يعني الاتفاق النووي الإيراني إلى ما هنالك، ولكن عندما رأوا هذه الاحتجاجات بالطبع سوف يستعملون أي بيان خارجي، ولا سيما أن هذه البيانات أتت بعد المظاهرات وليس قبلها، وهي يعني الخطوات الخارجية أو الخطابات الخارجية تأتي لدعم مبني على احترام حقوق الإنسان، ولكن بالطبع طهران ليس لها أي اعتراف بهذه الحقوق داخل بلدها مع مواطنيها. لكن دكتور وليد، هناك ما اعتبر بأن توقيت التصريحات وإن كانت في وقت متأخر هي تضر بالاحتجاجات ولا تنفعها، خصوصا التصريحات الأمريكية. هذا الخطاب النظام يعني هو يوزع هذه الخطابات لدى الأطراف والإعلام الذي يسيطر عليه، لماذا؟ ليقطع هذه التصريحات، وإذا قطع هذه التصريحات ماذا يحدث؟ تنهار المعنويات في الداخل، لأن كل ما يأتي من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أوروبا أو إلى دول أخرى هو صرخات استغاثة من قبل هؤلاء المواطنين، وموجود جزء كبير منه على الفيسبوك وتويتر يطالب المجتمع الدولي بأن يقول كلمته. ومن هو المجتمع الدولي؟ الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وطبعا هنالك روسيا التي لن تتكلم عن الموضوع. إذن المعادلة هي بسيطة إذا بسطناها، إما أن لا يكون أي موقف ويعزل الإيرانيين يعني المنتفضين عن المجتمع الدولي، أو أن يكون كلام ليدعم هذه الانتفاضة أو هذا المجتمع المدني ويلحقه بخطوات سياسية قضائية اقتصادية وغيرها. دكتور وليد، الحرس الثوري يقول بأنهم سيردون بأعلى مستوى ممكن على كل من دعم الاحتجاجات، ما رأيكم في هكذا تصريح أيضا؟ هذا جزء من الخطاب الذي أولا يهدد المتظاهرين ويقول لهم أنتم عولاء، وبعد ذلك يهدد ما يعتقده هو هذه الشبكة الدولية الإقليمية، يعني يقصد فيها الخليج ويقصد فيها الولايات المتحدة الأمريكية ويقصد فيها المعارضة الإيرانية، ويقول بأنه أنه سوف يرد. نحن نذكر في صيف 2018 كيف أن الاستخبارات الإيرانية من دون أي سبب يعني مسبق حاولت أن تفجر مؤتمر مجاهدي خلق، يعني أحد أجزاء الأكبر في المعارضة الإيرانية، من دون أي سبب سياسي، لم يكن هنالك مظاهرات ولم تكن هنالك أي أمور أخرى. إذن حرب النظام الإيراني على المعارضة وعلى أخصامه في الخارج هي مستمرة. أما عمليا ماذا بإمكانهم أن يقوموا به، فهم أيضا موضوعيين، يعرفون تماما إذا كشفوا أو ضبطوا في عمل ما هذا قد يعني يأتي بالولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي وأوروبا والدول العربية في عمل مشترك. إذن هو تهديد، وسيختارون هم ما هي نتائج هذه التهديدات التي يطلقونها الآن. شكرا جزيلا لك من واشنطن دكتور وليد فارس خبير في السياسة الخارجية.